فوائد الذرة. الذرة من الحبوب المليئة بالفوائد لجسم الإنسان، فهي غنية بغذاء B1 أو ثايمين اللي بيحول الأغذية لطاقة، وغذاء B5 البانتوثانيك أسيد اللي بيدعم الغدة الكظرية وبيساهم في إفراز هرمون الكورتيزون وهرمونات أخرى ضرورية للتوازن الغذائي ولصحة الجلد وعضلات الجسم والأعصاب. وأي نقص بغذاء B5 بسبب التعب، الصداع، الغثيان، تخدير في الأيادي، اكتئاب، تغير في الشخصية، وعدم انتظام في دقات القلب، وتغير في معدل الأنسولين، وانخفاض في معدل البوتاسيوم، وخلل في عمل الغدة الكظرية. الذرة غنية بغذاء جي اللي بيقوي المناعة وبيكافح الأمراض، وغنية بالألياف. كوب واحد من الذرة المسلوقة بمد الجسم بحاجته اليومية منها، والألياف بتخفض معدل الكوليسترول في الدم وبتقلل فرص الإصابة بسرطان القولون، وبتساعد على تخفيض معدلات السكر في الدم لمرضى السكري. وهي غنية بغذاء سي المليء بمضادات الأكسدة اللي بتساعد المناعة على مكافحة الخلايا الجذرية، وغنية بحمض الفوليك اللي بيساهم في تنمية أدمغة الأجنة عند الحوامل في أول مراحل من الحمل، وبيحمي القلب من الجلطات والذبحات. الذرة غنية بالفوسفور والمنغنيز وخالية كليا من الكوليسترول، وبتحتوي على كميات قليلة جدا من الدهون المشبعة، المغنيسيوم، الزنك، النحاس، الحديد والسكر، فقط 6 جرام من السكر في كل كوب. والذرة مثل ما ذكرنا مفيدة جدا لمرضى السكري لأنها بتعدي نسبة السكر بالدم بفضل الألياف والبروتينات اللي فيها، واللي بيشتغلوا مع بعض لتنظيم معدل السكر بالجسم. وطبعا لما نحكي عن الذرة أو فوائد الذرة، نقصد الذرة الطازجة مثل اللي شايفينها بهالشريط، ومش المعلبة المليئة بالصوديوم المؤذي والمواد الحافظة، ولا المثلجة اللي بيضيفوا لها مواد لمنع تغيير لونها. بتمنى هالشريط يكون عجبكم، بتمنى تنشروا رابطه لمعارفكم بهدف التوعية. فيكن تشاهدوا أشرطة أخرى مفيدة جدا من إعدادي على الرابط أسفل هالشريط، أو تفتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة واحدة. إلى اللقاء.